الخيار عليها كما يقول المتنبي وما شرقي بالماء إلا تذكرا لماء به أهل الحبيب نزوله مع الكلام. يقول أنا إذا شربت الماء وشربت هنا لأني تذكرت ماء كان الحبيب ينزل عند ذاك الماء، فحبيبنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قول أخي كتاب لا تحزن فهذه الكلمة هي في حياتي مؤثرة لأني أخذتها من رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، لأنه هو كان في الغار في غار ثور مع صاحبه الصديق الأكبر مع أبي بكر رضي الله عنه، فأحاط به كما تقول المشركون أحاط به الموت من كل مكان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثابتا ساكنا. فيقول أبو بكر يا رسول الله والله لو نظر أحدهم إلى قدميه رآنا، المشركون بسيوفهم الموت يقتل من سيوفهم يهددون. يقول علي الطنطاوي ليقتلوا أعظم شخصية في العالم ويرتكبوا أعظم جريمة في حياة البشرية، ولو قتل الرسول صلى الله عليه وسلم لقتل السلام والإيمان والعدل والسرور والسعادة والفلاح والنجاح، ولكن الله حفظه. فاهتز أبو بكر لأن أبو بكر ليس نبيا وليس معصوما، قال يا رسول الله خذل والله 50 سيف 50 شاب يطوقون الغار، والله لو نظر أحدهم إلى موضع قدم الأغانى. قال صلى الله عليه وسلم وتبسم تبسم الواثق بالله يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله خليكم، ما ظنك إذا كان باثنين والله والثالث، إذا كان الله معك فلا تخاف ولا تحزن. قال لا تحزن إن الله معنا، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فإذا كان الله معك وأنت في السجن لا تحزن، وأنت فقير لا تحزن، وأنت مريض لا تحزن. لماذا؟ لأن الله معك. دائم في الحياة سوف تواجه مشكلات وأزمات في حياتك، فإذا أتت مشكلة قل لا تحزن يا قلبي لا تحزن إن الله معنا. يموت الولد، تموت البنت، تمرض الزوجة، تفتقر، يأتيك دين، قل يا قلبي لا تحزن إن الله معنا. ودائما قل حسبنا الله ونعم الوكيل، وهي الكلمة الحية في ذلك. ولكنني وصيتي هذه الليلة لإخواني الذين أفرحون باجتماعهم، أنا أعرف أنكم من بلاد شتى لكن أصبحنا أسرة هذه الليلة لأن نجتمع على قضية لا إله إلا الله. وأبشركم أزف لكم بشرة، وأنا قد وصلت إلى أخي الدكتور يحيى إلى عشرات الدول الإسلامية وغير الإسلامية، كلما وصلنا بلد وإلى المسلمون والشباب والأئمة والحفاظ والدعاء من الدنيا. أبشركم في 24 ساعة تدور بين الشمس في كل مكان، يؤذي الناس ويقيم ناس ويصلي ناس ويسجد ناس ويقرأ ناس 1.5 مليار. دخلت أنا والشيخ اندونيسيا 240 مليون مسلم يقول لا إله إلا الله. صليت نمنا في جبل في اندونيسيا، ولما أتى الفجر اهتزت الجبال المجاورة بأشهد أن لا إله إلا الله أشهد محمد رسول الله. ذهبنا إلى الهند قبل سنة ومررنا 7 جامعات، أحياناً يحضر أمامنا 10,000 شاب يحفظون القرآن، جامعين بين المصحف والفيسبوك كذا بلحاهم ووضوءهم. فبكينا ما استطعنا نتحمل، ما تستطيع تحمل تبكي. سبحان الله أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحبشة، في الصومال، في الهند، في سوريا، في مصر، في السعودية، في كل مكان يسبحون يكبرون في المغرب يهللون يتبعون. ولذلك أبشركم ببشرة ثانية سمعتم عنها، انتصر الإسلام الآن حتى في الانتخابات. كل الشعوب التي خرجت بعد هذه الثورات تريد الإسلام، يصلون يسجدون في الميادين، انتصروا في تونس وفي مصر وفي ليبيا وفي اليمن وقريبا في سوريا، وفي كل بلد ينتصر الإسلام، الإسلام المعتدل، الإسلام الوسطي، وكذلك جعلنا أمة وسطا لا إفراط ولا تفريط. لا تلعب ذات اليمين في الإسلام ما يقبل، ولا تلعب على اليسار، امشي في الطريق اهدنا الصراط المستقيم. لا تميع الدين فتترك الصلاة وتشرب المسكر وتقول إن الإسلام دين واسع وتختلط بالنساء وتستمع المحرمات، كلها يكفي لا إله إلا الله أنا مسلم. فأين الإسلام؟ قال لا، الإسلام دين رحمة ودين عدالة ودين تسامح وتترك البخاري، هذا ليس إسلام، هذا إفراط. وأيضا لا تكفر المسلمين وتفهم فهم الخوارج للدين وتخرج على جماعة المؤمنين وتبا
عنه عند الترمذي وغيره وعند أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالف الناس بخلق حسن. هذا حديث وعد أقل من سطر شرحه بعض العلماء بخمسين صفحة لأن الله جمع للرسول صلى الله عليه وسلم الكلام الكثير في اللفظ القليل. يقول وأوتيت جوامع الكلم وهو أفصح من أشرقت عليه الأرض. كان يتكلم فلا يخطي في حرف ولا يتلعثم في شيء. فيقول له أصحابه العرب الأربعة أهل سوء حكام وفصحاء العرب وهم أهل الدواوين وأهل المعلقات. حتى المعجزة عندنا في العرب جت بالكلام في القرآن لأن معجزة مثلا إبراهيم عليه السلام أتت بالنجوم لأنه بلغوا في علم النجوم مبلغ فأتى في علم النجوم. ومعجزة موسى أتت عن طريق هدم السحر لأن السحر بلغ في عهد فرعون أكثر شيء فأتى بالعصا. وأتى الطب كان في عهد عيسى كثيرا فأعطاه الله يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. فالعرب تفوقت على أمم الأرض في اللغة ولذلك مفردة اللغة العربية يقول 4 مليون مفردة يعني جملة وهي أوسع لغات الأرض فيها. فلذلك لما بعث صلى الله عليه وسلم أتاه الله القرآن وتحدى العرب قال نتحداكم بالقرآن قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يقول يا محمد كل العرب لو مع العرب العجم والفرس وإفريقيا وآسيا والجن والكتاب والشعراء والصحفيون يأتوا من هذا لا يتعبون. ولذلك استسلموا وانهزموا. وأنتم تعرفون قصة الوليد المغيرة حينما سمع القرآن فاهتز وسود أسود وجهه ورجع. لو قرأ عليه الصلاة والسلام قرأ في سورة فصلت حتى بلغ قوله فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فماذا فعل؟ قال فقفزوا اهتز خلاص دخل القرآن القرآن مؤثر هزه القرآن ضربه القرآن حطمه قوة القرآن. فقفز على محمد صلى الله عليه وسلم قال أسألكم بالله وبالرحمة يقول يكفي يقول حطمتني أهلكتني سحقتني يكفي يكفي. فعاد إلى قريش وأبو جهل قالوا ما وراءك؟ قال سمعت كلام يعني مش الكلام أقسم لهم بآلهة أعوذ بالله بالله والعزى إني سمعت الشعراء هجزه ورجزه وليس بالشعر وعرفت السحر رفثه ونكره وليس بالسحر وعرفت الكهانة والرجل وليس بكهانة إن له حلاوة مش هذا الكلام كبير له حلاوة وعليه طلاوة زي الطلاوة الكسفة اللي فوق كده وأول أسفله مغدر وأعلاه مورق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. فأقسموا بالله ما تفارقنا من هذا المكان حتى تقدح في القرآن. قال كيف أقدح في القرآن؟ ينقد القرآن يقولون سب في القرآن وإلا نقطعك. شوف منطق الجاهلية شوف الذي يرفض الدليل شوف انظر إلى المحبط المهزوم يستخدم العضلات إذا رفض ما عنده حجة ولا دليل يبدأ يهدد بالمقاطعة. قالوا لك نقطعك ولست بأخينا ولست منا يلا سب القرآن الآن. قال ماذا؟ قال واعطني كلمة قل في القرآن. قال كلمة عبس وبصر طوى جبينه حتى القرآن جاب الصورة والمشهد وكل شيء. ثم نظر كذا ثم نظر كان قولوا سحر ويؤثر قولوا للناس ترى هذا القرآن سحر يؤثر تسمع القرآن درني يقول القرآن درني قل اتركني أنا وياك طاقة اتركني أنا وهذا العنيد الكذاب الأثيم الشرير الفاجر قاتله الوليد الذي أعطيناه الأولاد والأموال عنده 10 أبناء منهم خالد سيف الله المسلم ولده خالد بن يزيد البطل رضي الله عنه هو ولد له. قال له 10 أبناء كان غني كان يلبسهم الدباج والحرير 5 على اليمين و5 على اليسار وكان ثريا غنيا يدخل الحرم فيقوم له قريش هم الأثرياء الكبار ويمشون في الحرير أبناؤه. قال ذرني ومن خلقت وحيدا. قال هذا الحشر الصفر خلقته ما كان عنده ولد ولا أموال وجعلت له مالا ممدودا كثرت له الكنوز وبنين شهودا رزقت 10 أبناء يشهدوا معه الحفل والمحاضرة ويذهبون معه مكة وفي السواق وبنين شهودا ومهدت له تمام.
قبل ما يسب القرآن جاي يفكر بنفسه. فكر على من؟ عقل مخلوق تفضح كلام الخالق؟ إنه فكر وقدر. قال سبحانه فقتل كيف قدر؟ لا أنه الله كيف قدر؟ يعني يفكر في القرآن نخلقه ويقدح كلامنا. تأتي رجل مصنوع مخلوق يقدح في كلام الخالق يقول قتل كيف قدر؟ قاتله الله. من الذي جعله يفكر هذا التفكير الخاطئ؟ قتل كيف قدر ثم نظر. يقول نظر هنا ليس معناه نظر بالعين، يعني نظر استخدم النظر والمخيلة، ثم نظر وقيل نظر أيضا بعينه، ثم عبس وبصر نفس الصورة، ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر، أدبر بجسمه واستكبر بقلبه، ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. هذا القرآن إن هذا إلا قول البشر. الآن القرآن لن يجيب عليك قولك، لن يجيب عليك يقول لا ما هو قول البشر، لا. انتهى القرآن من الجواب وقال سأسميه صقر. يقول والله إن يدخله النار ويحرقه بالنار. ما في، لا تستخدم المنطق مع أناس يرفضون المنطق، لا تستخدم الجدل والأدلة مع أناس أدمغتهم كما قال سبحانه وتعالى لم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام من أضل سبيلا. اتق الله هذا لكم صلى الله عليه وسلم بسهولة ببساطة. لا تنسى الناس بالبحث عن طريق الفكر وتضيع الناس بكلام كبير وهم لا يفهمون. يا أخي خلك بسيط وادخل للناس بكلام بسيط في الميدان، يعني يعملون به في البيت في الشارع في الجامعة في الأسرة. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحى خارج الناس في قلوب العالم. ما اتق الله حيثما كنت، يعني عليك أن تعمل بطاعة الله في أي مكان كنت وتجتنب معصية الله في أي مكان كنت، تصلي في أي مكان، مسافر مقيم، تخاف الله، تجتنب المحرمات، الخمر، الزنا، الكذب، الغيبة، كل ما حرم الله في أي مكان وفي أي زمان. هذه التقوى، اتق الله، عليك من الله الرقاب، خاف الله في كل مكان حيثما كنت في أي زمان ومكان. والمتقي قد يحصل منه الذنب لأن المعصوم محمد عليه الصلاة والسلام قال اتق الله من المخلوق، قال فالذنب قد يحصل من المتقي فأخبره كيف يعالج الذنب إذا حصل من خطيئة. كلكم خطاء وخير الخطائين توبوا كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبون فيستغفر الله فيغفر لهم. فإذا حصل لك الذنب كبيرة صغيرة قال فأتبع السيئة الحسنة تمحوها، فتعال بحسنة بعد السيئة. وقال الشيخ ابن تيمية إذا كانت الحسنة من جنس السيئة كانت أبلغ في المحو، مثل إنسان كان مدمن النظر في المحرمات فلما تاب عليه مدمن النظر إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنسان كان مكثر الغيبة والنميمة فإذا أتاب إلى الله فعليه أن يستغفر كثيرا وأن يمدح ويذكر من أتابه بذكر الحسن بذكر الحسن. إنسان كان ينفق أمواله في الباطل فإذا تاب فعلى أن ينفق أمواله في الصدقات والصالحات وبناء المساجد ونحو ذلك من جنس الذنب الذي كان يفعله، كان أبلغ في المحو. قال واتبع السيئة الحسنة تمحوها. وقد دل القرآن على ذلك، قال سبحانه إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال سبحانه ويدرؤون بالحسنة السيئة، يعني يدفعون السيئة بالحسنة. قيل انهم يدفعون سيئة الناس بإحسانهم، وقيل إذا أساؤهم ولم أذنبوا دفعوها بحسنات ماحية وطاعات مكفرة وأعمال صالحة. وقال في الأخير الركن الثالث وخالق الناس بخلق الحسن، لأنه لما أخبره بحق الخالق عليه خشي أن لا يفهم حق المخلوق، لأن بعض العباد يظنون أنهم إذا عبدوا الله وصاموا وقاموا الليل أن ليس للخليقة عليهم حق، فتجد عند حد من الجفاء والغلظة والفظاظة. فأخبر عليه الصلاة والسلام بحق هذا المخلوق عليه، فهو إنسان مثلك، بل حتى لو كان غير مسلم إنسان، لو كان غير مسلم إنسان، لأنه في القرآن يقول وقولوا للناس حسنا حتى غير المسلمين. قال مجاهد كل الناس أهل الكتاب غير أهل الكتاب، إذا كنا أمرنا في الإسلام لا نسيء الكلب ولا نسيء القط، كيف الإنسان؟ الإنسان محترم. في الصحيح أن امرأة بغي كانت مستمرة ويقول لها على البغي على الزنا فأسقط كلب
الحيض أن امرأة أغلقت على هرة عندها في البيت، أغلقت عليها على في غرفة هرة فضة، فماتت الهرة فأدخل الله امرأة بسببها في النار. رسول الله صلى الله عليه وسلم حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خساس الأرض. فإذا كان هذا ديننا يحترم الحيوان، الحيوان المؤذي الذي لا يؤكل، فكيف بالإنسان المحترم؟ حق المسلم أعظم، لازم أقدم حق المسلم، حق الجار أقرب، حق القريب أقرب من الجار، ومن القريب درجات. شوف هذا الدين العظيم، يقدم الأم ثم الأب ثم الأبناء ثم القرابة الأقرب الأقرب ثم الجار ثم المسلم ثم أهل الكتاب ثم غير أهل الكتاب. فهي حقوق بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينها في كتاب الله سبحانه وتعالى. قالوا خالق الناس بخلق الحسن، خلق الحسن الكلام الذي الوجه الطلق البسمة ألا تؤذي المسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأمواله. فالخلق الحسن هو منهجه عليه الصلاة والسلام، ولذلك مدحه الله بذلك، قال وإنك لعلى خلق عظيم، قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا فريض القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فما أعظم هذا الهدي النبوي العظيم. فإذا كملت هذه الوصية، تقوى الله، وإذا أدركت فأخفتك واستغفر وعمل حسنات وخالق الناس بخلق الحسن. هذا السطر من الحديث، هذه الكلمة، هذه الجملة جمعت أيها الأخوة كل معاني الدين، وهي وصية جامعة اكتبها هذا الليل. وأنا أعرف الكثير منكم يعرف هذا الحديث، الذي لا يعرف هذا الحديث يحفظه يكتبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحى، وخالق الناس بخلق الحسن. أنا سوف أترك الشيخ دكتور يحيى الذي يخبر إما يعقب، ثم نسمع للأسئلة ونجيب عليه إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني منكم وأن يرحمني وإياكم وأن يهدينكم سواء السبيل وأن يزيدنا فقها وتوفيقا وهداية وسدادا. صلوا على محمد وعلى آله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم على ركعتي المبارك وفي مسجد قباء في لندن أن يجمعنا في جنات الفردوس، في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إخوة المتحابين على نور من الله وهدي من كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أشكر لأخي فضيلة الداعية الدكتور عائد بن عبد الله القرني هذه الكلمات والمحاضرة الطيبة، وكان بودي أن يستمع، فأنا والله أشتاق إلى حديثه ومن عشرات السنين، وحتى ابتليت به، فأسأل الله أن يختم لي ولكم وله بجنات الفردوس، آمين آمين، وأن يديم هذا الحب تحت مظلة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هي مشاعر وأشواق أبثها إليكم في بيت من بيوت الله عز وجل، جئنا لزيارتكم وقد جاء في الحديث حقت محبتي للمتحابين فيا وللمتجاورين فيا وللمتجالسين فيا، فأسأل الله أن يجمعنا وإياكم على منازل من نور، أن يمين عرش الرحمن في يوم مقداره 50,000 سنة. أما التقوى التي أوصانا بها الشيخ كما أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي وصية الله تعالى
الأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فقد جمعت خيري الدنيا والآخرة. يا من يريد الفلاح، يا من يريد الفوز، يا من يريد السعادة، يا من يريد جنة عرضها السماوات والأرض، يا من يريد العزة، يا من يريد الكرامة، فعليك بتقوى الله عز وجل. اجعل الهم هما واحدا، لا تهلك نفسك في أودية الدنيا، في مهالك الدنيا، في متاهات الدنيا التي ظل فيها أكثر الخلق، ظلوا عن سبيل الله لأنهم ما عرفوا الطريق إلى الله، مع أن الله سبحانه وتعالى قد دلهم على سبيله وعلى حقه عليهم بما نصب في عقولهم وفي قلوبهم وبما بث في السماوات وفي الأرض من الدلالة على أنه الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هو رب كل شيء ومليك كل شيء، الدنيا له والآخرة له، والحياة بيده والموت بيده والخلق بيده والرزق بيده والملك له وحده، وكلهم عبيده، لا مفر ولا وزر إلا إليه، المعطي فلا مانع لما أعطى، والمانع فلا معطي لما منع، ما شاء كان رغم أنف العالمين، وما لم يشأ لم يكن رغم أنف العالمين. فيجب أن تنصرف القلوب إلى تقوى، إلى رضاه سبحانه وتعالى، ولا تلتفت للمخلوق، المخلوق الضعيف الذي لم يكن شيئا، الذي كان نطفة ونهايته إلى جيفة، لا يملك طولا ولا حياة ولا موت ولا نشورا، فقير إلى الله. والله لو قطع الله عز وجل عنا فضلا وخيرا ورحمة وإحسانة لهلكنا جميعا. الضر بيده والنفع بيده سبحانه وتعالى، فلماذا نغفل عنه سبحانه وتعالى؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. رب الناس غيات لا تطر، ترضي نفسك، ترضي من؟ ترضي الناس، ترضي أخا أو أبا أو أما أو زوجة أو ولدا أو رئيسا أو إنسا أو جنا، رضا الناس غاية لا تدرك. وما كلفك الله بأن ترضي الخلق، وعليك بإرضاء الخالق سبحانه وتعالى. فإذا عرفت الله المعرفة الصحيحة، معرفة حقة على هدى من كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى أولا فطر القلوب على معرفته سبحانه وتعالى، فطرة الله التي فطر الناس عليها، القلوب خلقها سبحانه وتعالى مقرة به ربا وخالقا ومدبرا وصانعا وإلها سبحانه وتعالى. فلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل مولود يولد على الفطرة، فطر القلوب مقرة به سبحانه وتعالى على معرفته، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يولد على الملة. وبالحديث خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم. فاجعل تقوى الله نصب عينيك بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، لا يشغلك عنها وظيفة ولا تجارة ولا صديق ولا صاحب، اجعلها همك بالليل والنهار، واسأل الله عز وجل أن يرزقك تقوى. فمن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم وصدق ذلك بأفعاله وأقواله بما ظهر منه وما بطن،
فهو على خيري الدنيا والآخرة، وهو في رعاية الله سبحانه وتعالى، ويبشر بخيري الدنيا والآخرة. وقد قال عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. والجنة أعدها الله للمتقين، وهي أن يطاع سبحانه وتعالى فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر سبحانه وتعالى. وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. عليك بالمبادرة إلى التوبة، عليك بالمبادرة إلى طاعته، عليك بالانتهاء عما نهى الله عز وجل عنه، وتقوى بإخوانك. والحمد لله عز وجل أن الله نصر هذا الدين ونصر أهله، كما ذكر الشيخ بارك الله فيه وفيكم جميعا، في كل لحظة، في كل ساعة، في كل ليل، في كل نهار يذكر سبحانه وتعالى، ويصلى ويركع ويسجد له على الكرة الأرضية كلها، والمساجد تنتشر. لكن واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لا بد أن نقيم الإسلام في حياتنا وفي بيوتنا وفي مدارسنا وفي مجتمعاتنا بصدق مع الله، وصدق مع إخواننا، وصدق مع الناس جميعا. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامة. المسلمون نصحة، ليس عندهم غش ولا خيانة، ومن فعل ذلك فعليه أن يتوب حتى يكون من المتقين. من غشنا فليس منا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. أد الأمانة إلى من ائتمنك، وقل للناس حسنا، عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، فلا تؤذيهم في أعراضهم أو في أموالهم أو في أي شيء. علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في السر وفي العلانية، وأن نخالق الناس بالخلق الطيب، لأن هذه رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولكن ليست أقوال أو أماني، لا بد من أقوال يصدقها الأفعال. وأبشروا بخير الدنيا والآخرة، والإسلام أشرقت شمسه على العالم كله وفي كل مكان، وثبت للناس جميعا إلا مكابر أو حاقد أو من أعمى الله بصيرته أن الإسلام هو الدين الحق، الدين الحق الذي يحفظ للعبد حقه وللبشرية حقها، ويحفظ للخالق حقه، ويحفظ لك خير الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتقين المتحابين المتوادين. ولا أريد أن أطيل عليكم، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لآبائنا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين والمسلمات. وبارك الله في الجميع. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا خير الجزاء معنا ومشايخنا. ان شاء الله في اسئله.